ألو، ايوه، مساء الخير. مساء الخير يا مساء. حضرتك نايم، انا اسف جدا. مين يا فندم؟ الفنان الجميل احمد التهامي ألو يا فندم، مين معايا؟ مع حضرتك هشام عبد الجليل. أوكي يا فندم، حاضر، تحت أمرك. ان شاء الله في انتظارك بكره الساعه 4 يا احمد بيه. اتفضل اتفضل. امال استاذ هشام فين؟ اتفضل يا حبيبي، ارتاح، اتفضل يا فنان. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ عضلات دي ولا مخدات؟ طب ممكن بعد اذن حضرتك بس يا حبيبي نخش في الموضوع، لان انا مستعجل وعندي تصوير وساب اللوكيشن. يا حبيبي طيب. تحت امرك. في سؤال بس، ممكن يا فنان، هو انت بيجي لك برد زينا؟ يعني بتاعي ايه علاقته ده بالاعلان؟ لا، اصل انا شايفه الدولاب ده عمر الدرفه فيه ما تاثر ابدا. لو سمحت بعد اذن حضرتك كلميني باحترام وكلمي عادل على طول كده وخش في الدغري في الموضوع بجد. طيب. خليك فشوش، بلاش قفوش يا ست. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه فشوش وقشوش ده؟ هو انت لما بتاكل الاكل بتهضم زينا؟ الاكل بتهضم وفي تصريف بتصرف عادي؟ هيتصرف دلوقتي على وشك. ما تبقاش قفوش بقى. ليه كده؟ الاكل بتهضم ايه وبيتسرق؟ يعني ايه الكلام ده؟ لا يا ابوح اسكت. انت ابوح يعني ايه؟ هتنقط عليا ولا ايه؟ انقط على وشك. لا لا لا، قلت اللي ابوح. لا لا، ايه يا ابوح دي؟ عيب عيب، احترم ذاتك. بقول لك يا وليه انت وليا. يعني احترم نفسك. انت هتعلميني احترم نفسي واحترم نفسي؟ لا لا، بقول لحضرتك لغايه دلوقتي بكلمك بكل احترام، اقسم بالله العظيم شويه كمان هما يعني انا مش عارف اعمل فيك ايه. انا مش عايز اغلط. خلاص، صلي على النبي، صلي على النبي. هو الشيطان دايما بيخش يا بنا. صلي على النبي. مين يا ست انت؟ الشيطان. انا اعرفك. وسع اوعى. حضرتك هتطلع صاحبة الجم مدام سوزي. حضرتك اول ما انت انا هعمل مرة. اما انا اعمل مرة، امال انت تعمل ايه؟ يا ابوح، انت ابتديت تزروت. بقول لك ايه، والله العظيم ابتديت تزروت. ازروت؟ لا ليه؟ انا هزروت على وش اهو. افوش، شفت بقى، بحسبك فشفوش. ليه؟ ايه الكلام اللي انت جاي من ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يعني ايه انت دلوقتي يعني رافض انت المبدا ده؟ بقول لك يا سيدي انا ما بعملش دور مرة. العمالقه كلهم عملوا ستات. ده في السينما، في الدراما، وانت مش في اعلان. ما عملوش. انت يا تهمه الدراما ما عملوش. انت مش عايز تعمل ست؟ ما عملوش. خلاص بلاش تعمل ست، تعمل انسه. انت عبيط يا وليه انت ولا مجنون؟ انا ما بعملش دور ست ولا مره ولا مدام ولا الكلام اللي انت بتقوليه ده. وسع اوعى. طب بص، صلي على النبي، لو انت مش مقتنع بس يا ميك اب، تعال تعال تعال، هات اقلع يا تهمي. اقلع ايه؟ طب جربها عليك. بقول لك يا وليه انت، ايه؟ اتجننتي ولا ايه؟ لا انت شكلك كده اتجننتي. لا جربها، جربها. اجرب ايه؟ هتجرب ايه يا وليه؟ لا لا ليه؟ انت بتكلمي فنان محترم، اتكلمي عادل. وسع اوعى. شعر طويل، الهوا بيتناثر، الشعر يمين شمال يمين شمال، هوب بتلتفت تهامي، عامل مرة مطلقة. أنا عامل مرة مطلقة؟ مين اللي عامل مرة مطلقة؟ أنا بعمل دور مرة، أنا اللي بعمل دور مرة، بعمل دور زفت. وسع اوعى. كام بونجورنو. بونجورنو مستر برانتو. بونجورنو سوزي. باني كريتسي. باني كريتسي. رحب بيه تهامي، رحب بيه. تشاو تشاو سنوري. سونو احمد تهامي. جيتشاني اكتوري. انت بتعرف تتكلم ايطالي؟ انا بتكلم ايطالي كويس، وبتكلم ايطالي واعرف اعرف بقى الايطالي كويس. ده اللي انت بتتكلميه ده مش ايطالي. ايوه بس ترجمه ايه؟ هو كان عايش في ليبيا. ليبيا ايه؟ انت تعرف ليبي؟ انا بعرفش ليبي. طب خلاص انا بقى هترجم له ايطالي ليبي، مالكش دعوه انت، لان هو مش انت مجنون يا ولاد. هو مش واخد على الاكسون. اهدى اهدى يا تهامي. اديسو يا لهوي، هدسه وانا قاعده. يا لهوي، ليه كده؟ ليه؟ لا انت وليه زباله. اوعى يدسه، بيقول لك هيدسه. لا ليه يدسه؟ ليه انت مجنونه ولا انت؟ بس انت بتقول هدسه. هدسه ده يعني دلوقتي. دلوقتي هدسه دلوقتي. دلوقتي امال ايه انت فيها دي؟ انا مش يا لا ليه قفوش، خليك فشخوش. ليه يا تهامي؟ ليه؟ انا ماشي. لا تهمه. لا لا ماشي، انا مش عايز اتكلم معاك. انا ماشي. سلي عني. وسع اوعى. دلوقتي تقولي فكره مناسبه بدل الافكار الخرا اللي انت قلتها لي، بدل ما اخد بعضي واقوم امشي. خلاص خلاص يا تهامي، اتفضلي. اهدى شويه، اهدى. طيب يا ستي مفيش دعوه بيه. اوكي
لا كم استاذ هما لا بيتكلم اقطع لي ولا انت عايز تتكلم اقطع لي خلاص اتفضل اتكلم معايا بدل ما تقطع عمل بلاند ايه بلاند قولي لي بلاند دي اخلص اصل انا ما باكلش من الحبتين دول خلي بالك يا ست لا تاكلي ولا ما تاكليش لا ما انا متربيه في رود الفرج بس عشان تبقى فاهم يعني. يا ست على دماغي لا الحبتين دول انا ممكن اقوم اعمل اتشقلب لك على الترابيزه خلي بالك انا لحد دلوقتي انا اللي هخليكي تتشقلبي في مش على الترابيزه في الشارع كله دلوقتي احمد انا لحد دلوقتي محترماك ومحترمه ان انت اكبر مني سنا فلو سمحت انا اكبر منك كده سنا تقدر تقولي يا جزمه وسع اوعى سهى في ايه ليه؟ انتي مسؤوله انا كنت مضطره اعيط وانتي عارفه ايه اللي حصل ليه يا سؤال ايه اللي حصل يعني ايه يعني لما يكون حرارته 40 وكنتوا في المستشفى امبارح فيها ايه ايه اللي حصل يعني ما كلنا بنسخن انتي ما بتسخنيش ما كلنا بنسخن يا سلام كام 39 عادي 39 ونص ايه اللي حصل هو 39 ونص عادي مالك 39 ونص يا نهار اسود ايه في ايه بعدين ما واحد حضرتك اتحرك 39 يا عادي ما هو متعود على كده متعود ايه عادي بروكوبايتي 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 انت عندك كورونا انت بعدين مع راجل زي ده انت بعدين ايه ده ايه التعبير ده ها ايه التعبير ده ايه ده صلي على النبي صلي على النبي يا حماد ايه ده خد دي وروح ايه يا ولاد ده ايه ده وسع فين؟ ده الشيف فين؟ ده فين يا احمد؟ يعني ده ايه ده هزار؟ فقلنا بقى نهزر معاك شويه كده وكل سنه وحضرتك طيب. ده هزار يا شيف ده انا كنت هموتك. لا يا حبيبي ده انت حبيب قلبي حبيبي. كل سنه وانت طيب. في سؤال بس محيرني انت بتعيا زينا؟